ألو، نعم، يعطيك العافية يا أخي. أهلين، الله يعافيك، بدي أسألك سؤال إذا تكرمت. تفضل. أخي، حضرتك اللي ناشر إعلان بمجلة السمسار عن بيع بيت بالمهاجرين بداعي السفر؟ أي نعم، بيت مساحته 100 متر، كسوة وسط، طابق ثالث، قبلي غربي. دخلك وبقديش ناهي سعره؟ ب3 ملايين. أوف، شو هالحكي؟ ليش كل هالقد غالي؟ والله يا أخي هيك الأسعار. ايه، ما عم جيب شي من عندي انا. بعدين انا مأعلن عن السعر بالجريدة، بقى ما في داعي تتفاجأ منوب. اخي كلمة ورد غطاها، ومن دون ما نشوف البيت انا على الغميدي على الغميدي رح ادفع لك 2 مليون الا ربع. شو ولد؟ اخي بالنسبة للسعر لا تناقشني، محسوم امره، يعني ما في داعي للمفاصلة. ومن هون لهون يعني ما لا سكرة؟ لا اخي، لا، ما في لا سكرة ولا مصاصة. شوف، هو على كل حال انا كاش ما معي. ها، شو معك لكان؟ عندي معمل أمر الدين بعربين، مساحته شي 150 متر. هلأ هو صحيح آلاته قديمة، بس كله شغال إلا الوكيل. ها، معمل أمر الدين؟ لا حبيبي، لا، مالي مصلحة فيه منوب، خلي لك ياه. طيب، حواليك شي زبون إلو؟ ألو، ألو، شو نقطع الخط؟ تصطفر، شو ما في غيرك بالبلد؟ هاي بندق لواحد تاني. الو، مرحبا يا اخي، حضرتك اللي حضرت اعلان عن بيع ارض بالغوطه؟ وقديش طالب فيها بالله؟ اوف، طيب شو رايك تبادلها بمحمصه بن بدمار؟ مالك مصلحه. طيب حواليك شي زبون لهالمحمصه؟ الو، الو، شو القصه؟ فظاعه يا اخي، ليش هيك العالم صاير خلاقها ضيقه؟ ها، لندور على واحد تاني. شبك طالع صوتك؟ ليش معصب؟ هيك من الناس. خير، شو في؟ شوفت عيني، من يوم ما نشرنا اعلان بيع البيت بمجلة السمسار وهالتليفون ما عم يهدى، على هات صد وخد رد. منيح، الله يكتر الزباين، ليش متضايق؟ مو زباين هدول، هدول ناس بدهم يتسلوا ويطقوا حنك، لقوا يا ريت حدا عم يدفع، كله على فافوش. ليكون نحن طلبنا سعر غالي. منين غالي؟ يعني ما اجانا في 4 ملايين من سنتين وما بعنا؟ بلا، بس هلا السوق دائر والاسعار كلها نازله. قديش نازله يعني؟ الربع عظيم، هي نحن نزلنا 1 مليون يا ستي، وبثلاثه الا شوي مستعد بيع، بس حتى هالسعر ما حدا دفعه. قديش عم يدفعوا لكان؟ شي دفع 2 مليونين، شي 2 مليونين وربع، بس مو كاش. لكان شو؟ مداكشه. مداكشه على شو؟ شي على بيت بزملكا، شي على مستودعات بالقدم، شي على سياره حديثه نمره مغتربين، شي على معمل بوصة، شي على قماش خملة الدرائن. هذا اللي كان ناقصني، شو بفهمني أنا بخملة الدرائن وخملة المشموش؟ لا، وأحلى نهفة صارت معي أول امبارح، إجا واحد ليبادلني على صفقة خشب. خشب شو؟ شو بعرفني خشب شو؟ ليش فكرك أنا بعرف الفرق بين خشب الزان وخشب السحاحير لحتى فوت هيك فوتة؟ هلأ المهم دبر لي بيعة هالبيت بقرد دب وخلصني، داقت خلاقي منه. ها، يعني شوف، بتبدله بخشب، بتبدله بتنك، مو مشكلة، المهم ننقل على بيت أكبر ونخلص من هالعيل. هلأ لا تضوجي أنت التانية، يعني الأمور ما بتنحل هيك، الله يرضى عليكي، ما بدنا نخلص من مصيبة لنوقع بمصيبة تانية، الشغلة بدها رواقة. أكيد زبون جديد. قالوا نعم. أيوة، نعم، أنا اللي نشرت الإعلان بمجلة السمسار. نعم، على شو بدك تبادي؟ شو ها؟ سباعية تلفزيونية؟ ليش السباعيات بتنباع وتنشرها؟ ها أيوة، وين بدي بيعها هي أخي؟ بأنو سوق؟ بالمحطات الفضائية؟ طيب عفوا، طالما هيك ليش ما بتبيعها حضرتك؟ ها، مستعجل على السكن. اي معلش حبيبي، انا لا بفهم بالسباعيات لحتى اشتري منك سباعيه ولا شو ها؟ برنامج منوعات 20 حلقه؟ لا حبيبي، لا، ما بفهم بهالشغلات انا، لا لا، ولا بالبرامج الثقافيه، كل هالشغلات مالي فيها انا. لا مالي متضايق، معلش، مو مشكله، الله معك، مع السلامه. عجبك؟ عرضوا علي سباعية تلفزيونية بدل البيت،
ما بقى غير يبادلوني على شيء ملهاش شعبية ساخرة. رد أنا عنك أبو رياض؟ لا رح رد أنا وأمري لله. قالوا نعم. أيوة أنا اللي ناشر الإعلان بمجلة السمسار. نعم بيت مقابل بيت؟ ايه وينه هذا؟ شارع ابو درقني. شارع ابو درقني؟ ايه معقول. والمساحة حبيبي قديش؟ 120 متر؟ ايه كمان معقول. طيب السعر دخيلك؟ مليونين ونص؟ حلو كتير. بس انا بدي الفرق كاش. ها ايه طيب وينك؟ اعطيني الرقم والعنوان اذا بتريد. ايوه 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 ايه 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 عرفته بقى في بيت ال ايه. شكرا شكرا خلاص كتر خيرك. ايه الله معك يا سيدي. مع السلامه. مع السلامه حبيب قلبي. فوريجت فوريجت. طمني شو صار؟ قال مستعدين يبادلونا على بيت بشارع ابو درقني مساحته 120 متر ويدفعوا الفرق كمان. هن اللي بدهم يدفعوا فرق ولا نحن؟ هن طبعا. ليش ما سمعتيني شو حكيت؟ إيه بس شارع ابو درقني اغلى من هون بكتير. ليكون البيت على العظم. المكسي وعلى المفتاح. إيه شو مجانين هدول ليدفعوا لنا فوق البيت هاد؟ ستي عند الحمام بتبان القرعه من ام الشعر. بكره رح نشوفه. طبعا لازم نشوفه لانه باينته هالبيت لقطه. بخاف يطير من ايدينا اذا تاخرنا. عجبك البيت؟ بجنن بجنن. يعني ناخده؟ ايه ما بدي وقفه بنوب. يعني اصحاب هالبيت يا اما مجانين يا اما مو عرفانين قيمه البيت. بعدين ليك الحاره شو هاديه. بعدين لا تنسي انه هاي حاره المسؤولين. ها يعني هالميزه هي بتسوى مليون ليره. ليش بقى؟ بعرفك ما بتحب الدحوشه بالمسؤولين. مو مشان الدحوشه بالمسؤولين عم بحكي. بس لا تنسي انه هيك منطقه بتكون مدلله كثير. يعني الكهرباء والمي ما بتنقطع ابدا. التليفونات ما بتتعطل. المجاري ما بتنسطم. جوره جوره بنص الطريق ما بتلاقي. يعني بياع غاز يفوت على هالمنطقه هي ويمسك المفتاح ويطرطق على الاناني ما بتلاقي. ممنوع يفوت لهيك حاره اصلا. بياع بطيخ يمسك هالميكروفون بقى ستي ويجعر ما بتشوفي منوب. حاره هاديه بترمي الابره بتسمعي رنتها. تعرف ابو رياض يعني اذا بيكون هالبيت من نصيبنا بتكون امي داعيت لنا. قصدك امي؟ امي ولا امك ما في فرق. يعطيك العافية. الله يعافيك. نحن اللي فتنا من شوي. تفضلوا. شكرا. تفضل ابو رياض. يسلم هديات. مالي مصدقة حالي. معقولة كل هالبيت صار إلنا؟ إيه معلوم كله، لكن نصه؟ فعلا يا أبو رياض هالشروة فرصة العمر. يعني ما بيقولوا لك الحياة فرص؟ بالفعل فرص. يعني مثل هالفرصة ما بتصح لمين ما كان، وإذا صحيت يمكن بالعمر مرة. معك حق، وأنا كمان نفسي مو مصدق. بتعرفي؟ إذا نويت فرضا أعرض هالبيت للبيع، إيه ما بقبل بأقل من 5 ملايين والسما زرقاء. ما بقبل. شو الحكي؟ بس بتعرف ابو رياض ما بعرف، انا قلبي ناقزني، خايفه يكون عليه شي مشكله. لا ينقزك قلبك ولا شي. انا ما قلت لك قبل ما ادفع ليره واحده بالبيت نكشت اضبارته العقاريه والماليه والقانونيه، والحمد لله طلعت فيشته بيضة لا تشوبها شائبه واضبارته مثل الثلج. ايه ان شاء الله نشوف الخير على وشه. Thank you.
الو مرحبا ابو حمدي، شلون صحة؟ شلون احوالك؟ شلون اختي والولاد؟ يا اهلين وسهلين. اي والله نقلنا، الله يبارك فيك. وانتو التانيات امتى بدكم تجوا تباركوا لنا؟ يا ميت اهلين وسهلين باي وقت. ايه العنوان مع اختي. لا 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 باي وقت. ايه قاعدين بالبيت نحن. اوكي نحن بالانتظار. بيت اختي جايين يباركوا لنا. ايه اهلا وسهلا. افتحي الباب الله يخليكي. مرحبا يا اختي. اهلين وسهلين. حضرتكم سكان هالبيت الجداد؟ ايه نعم مأمور. صاحب البيت اسمه مصطفى رجاي ابو رياض مو هيك؟ ايه نعم. مين حضرتك؟ اهلين اخي مور. انا النقيب ميسر رئيس مفرزة الحراسة لبيت العلاء اول ابو الهدى. يا اهلا وسهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا. شرف شرف. يا اهلا وسهلا. لا معلش شكرا. ما بصير هيك من على الباب ولو. شرف شرف حبيبي شرف. فنجان قهوة بس. يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل. شرف. يا اهلين وسهلين. الحقيقة نحن سمعنا انه سيادة العلاء الاول ساكن هون وسررنا بهالشيء، سررنا كثيرا. كيف سيادة العلاء؟ سيد ابو رياض، انت بتعرف انه المقتضيات الامنية والاجراءات الخاصة بامن سيادته بتتطلب منكم انكم تكونوا متعاونين ومتفاهمين لطبيعة مهمتنا. ايه طبعا طبعا، نحن تحت امركم، ما في كلام نوب ولو. اول شيء يا ريت تعبوا لي هالاستمارات وبكره بمرق باخذها. عفوا استمارات شو؟ معلومات روتينيه مو اكثر. ايوه إيه على عيني ولو. تكرم شغله بسيطه. ثاني شيء بدي دفتر العيله وبدي سجل بعض المعلومات الخاصه فيكم عندي. ايه ما في مانع. شو عليه؟ الله يرضى عليكي. نطي نطي لجوا جيبي دفتر العيله وبطريقه كمان ساوي لنا فنجان قهوه للاخ ميسر. على عيني. عم ندور على بيت مصطفى رجاي ابو رياض، قالوا لنا ساكن بهالحارة. اعطوني الهويات اذا سمحت. هذه هويتي. تفضل. شو بتشتغل حضرتك؟ تاجر. وين؟ عندي محل بسوق الحمدية. معك شيء يثبت هالحكي؟ حاضر. هاي بطاقة غرفة التجارة. شرف. والمدام؟ أنسة ابتدائي. بأنو مدرسة؟ زهرة الطفولة المرتاحة. طيب شو علاقتكم بالشخص اللي عم تسألوا عنه؟ هي أخته وأنا صهره. صاركم زمان متزوجين؟ 7 سنين. وشو طبيعة هالزيارة؟ بدنا نبارك لهم بالبيت الجديد. ايه طيب ماشي الحال. تاني حارة على اليمين، الكلبة على اليمين كمان، في شباب هنيك بيدلوكم. يعطيك العافية. عظيم كتير. تفضل. يسلموا. يسلموا دياتك. طيب شو أسماء خالاتك؟ هناء ومكرم وفتحية وداد. أسماء عماتك؟ فتون وشجون ومليحة وغصون. أزواج خالاتك؟ ماجد وعبد العزيز والثالثة عانس لسه لهلأ ما تجوزت. أزواج عماتك؟ بندر واسكندر والثالثة إرملة. في شي واحد من أزواج عماتك أو أزواج خالاتك له شي وضع مضاد؟ شلون يعني؟ يعني هربان من العسكرية، صاحب سوابق، مسجون، مطارد، متذمر. لا لا أبدا، ما في إلا جوز عمتي
كان مهاجر بالبرازيل ومو خادم عسكرية، بس إجا السنة الماضية دبروه، دفع بداله ومشي الحال. طيب أسماء نسوان إخوالك إذا بتريد. كوثر ولطيفة و شو اسمها هي الثالثة يا ربي؟ هي البشعة. شو؟ نسرين. ونسوان أمامك؟ رائدة ومائدة وسائدة. طيب في حدا من قرايبينك البعاد اللي ما ذكرناهم في له شي وضع مضاد مثل ما شرحت لك؟ مضاد ما في ولله الحمد. بس وينك؟ في ابن خالة مرتي السنة الماضية أكل ضبط تموين كما شو عنده بضاعة تهريب. شو اسمه؟ نزار المرجي. حافظ رقم الضبط؟ أنا؟ ليش لا أحفظه؟ حافظ رقم الضبط تبع ابن خالتك نزار؟ يو اسمعوا على هالسمعة، إيه أنا رقم تليفونه مو حافظته لأحفظ رقم الضبط. إمتى آخر مرة شفته؟ لمين؟ لنزار المرجي. يعني من شي سنة. والمدام إمتى آخر مرة شفتي فيه ابن خالتك؟ كمان من سنة. وين شفتي؟ بيت خالتي على نهر عيشة. ممكن تعطيني عنوان بيت خالتك بالتفصيل؟ شو بتقرا ابو؟ هاي اخته وانا صهره. بدكم تطولوا جوا؟ يعني حسب التساهيل ساعتين ثلاثة أربعة الله أعلم. لا ما بيصير هيك، بدك تحدد. حاضر. قد ايه بتقعدي عند أخوكي؟ خليهم ساعتين ونص. ساعتين ونص أخي. طيب تفضل عبي لي هالاستمارة. إذا ممكن بعد ما تعبي الاستمارات بدي اياك تكتب لي لمحة عن حياتك أو لمحة عن حياة المدى. ما فهمت، شو بدي اكتب يعني؟ مذكراتي؟ مو مذكراتك، معلومات عامة. يعني وين نشأت؟ وين ترعرعت؟ وين لفظت؟ بقصد وين مسقط رأسك؟ وين درست؟ إمتى تخرجت؟ شو اشتغلت؟ شو هي الهيئات والجمعيات والأندية اللي انتسبت لها؟ يعني من هالحكي. ثابت ما تخالع على إيدك اليمين. شكرا. عفوا. عفوا، ممنوع السيارة تكون تجوا. صفوها مع جنب وكملوا المشي لو سمحت. أمرك. يلا وكيلك، مرينا على ثلاث كلوبات لوصلنا لعندكم لهون. يا شو هاد يا؟ معلش ولا يهمك، هو بالبداية لابد من هيك إجراءات مشان الضرورات الأمنية، بس معه معه ومع المدة بعد ما يتعرفوا على زوارنا وعلينا يعني بنصير أهل. ليش مين ساكن هون أخي؟ أنتي قولي مين مساكن. يا ستي عنا أربع خمس مسؤولين، يعني كل واحد منهم بهز الأرض هز يعني. الله وكيلك يا أم حمدي، عملوا معنا تحقيق وكأنه عاملين شي عملة. إيه معلش يا أم رياض، لا تنزعجي كره القد، المسألة روتينية. عن إذنكم لحظة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ترى الزوار اللي فاتوا على الحارة من الجادة الثانية عندكم شي؟ أنو زوار؟ يلي بالفيات الكحلي. إيه عنا خير؟ خير يا أخي. ما سجلتوا هوياتكم بالمحرس وانتوا فايتين؟ بلا، سجلنا الهويات وعبينا الاستمارات. مزبوط، بس لعنا ما مرقتوا، نحن غير هدنك. عفوا، ليش مين حضرتكم؟ نحن مرافقة ابو مطاع. ها ايوة ابو مطاع، تشرفنا يا سيدي، حصلنا الشرف. اهلا وسهلا. يا اهلين. ممكن ناخد الهويات لنسجلهم؟ ايه بس هوياتنا ضلت مع النقيب ميسر. لكن اذا بتريدوا وانتوا طالعين مروا لعنا، ما بنعطلكم اكثر من دقيقتين. على عيني. ومطولين هون يا ترى؟ لا سيدي مو مطولين، رح نشرب فنجان الشاي ونتيسر. طيب بس وين؟ ما بصير هيك، ولو تفضل جوا اشرب فنجان قهوه بنتونس فيك. لا معلش، عندي تبديل نوبه حرس،
السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام والاكرام اخي، شرفت. مساء الخير. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. نحن كثير اسفين للازعاج. لا ما في ازعاج، اهلا وسهلا. خير؟ الشباب اللي كانوا بالسياره ريمو سهرانين عندكم شيء؟ لا والله نحن ما عندنا حدا. طيب يا ترى عندك علم وين سهرانين؟ لا يا عيني، نحن لا شفنا شباب بسياره بيجو ولا بنات بسياره رينو، قاعدين ببيتنا وكافيين هالعالم خيرنا وشرنا. طيب عن اذنك انا بكرر اسفي. شكرا. الله معك يا حبيبي، مع السلامة. لا لا، ايه الاستقبال يلي عندي اجلته، صدقيني ما بعرف لإمتى. لا رح نعمله هالاسبوع عند ام حمدي، والاسبوع الجاي بفرجها الله. مزبوط كان عندي، ايه بس ما قدرنا نجيب الموافقة بسرعة. لك شو هالموافقة؟ الموافقة الأمنية. هلا ضروري كل هالتفاصيل على التليفون انت التانية؟ قال يا ستي لحتى نعمل استقبال نسوان عندي بالبيت لازم نجيب موافقة أمنية، ويا ريت من جهة واحدة، من 4-5 جهات. خلاص خلاص لفيها بقى. لا هالإجراءات هي بس للي ساكنين بحارتنا. الله وكيلك راح أبو رياض حتى يطالع الموافقة، طالعوا له روحه وما كانت تطلع. ايه مثل ما عم قلك، بركي الأسبوع الجاي بيكون مشي الحال. على كل بس شوفك عند أم حمدي بحكي لك. ايه وهو كذلك، مع السلامة. يعني ليش هالحكي كله على التليفون؟ ليش شو حكيت؟ ما حكيت شيء. ما بيصير يا أم رياض تحكي هيك على التليفون، ما بيصير. أنت ليش بتنكتي كل شيء عندك؟ بعدين بجوز تكون تليفوناتنا مراقبة. حاجتك وسوسة، مو لهالدرجة أنت التاني. ايه تعي لقلك تعي، وين يا مهوين؟ ليلي، شو صار بالاستقبال؟ نقلتوه لعند أم حمدي؟ ايه، شو بدنا نعمل؟ نقلناه. كانت باطلة ومحولة الساعة اللي نقلنا فيها على هالبيت. فعلا يا أم رياض، فعلا. إنه أنا قديش آكل خوازيق وكمان بحياتي كتير خير الله، بس مثل هالكم ما أكلت. قال يا مسترخص اللحم عند المرأة بتندم. لك صدقيني بلاك ما بينسكن هاد العمى، ما عاد حدا دق بابنا، ما عاد حدا سأل علينا وين أنتو، كأنه قاعدين بصحراء. إيه ما حق الناس تنفر من الجاي لعنا لأنه شي بيطقق. بيطقق وباس؟ شي لجنان، لجنان وحده بوحده. وعلى هات هويه وخود هويه وملي هالاستماره واكتب اذن وين رايح وين جاي كمان. وقديش بدك تسهر ولا تصف سيارتك واوعى تزمر. شايفه شايفه؟ لعم على الحاله. قسما بالله يعني لو بدي احكي هالقصه للناس بدهم يقولوا معقول يعني ايش وهاد؟ عم تبارغ استاذ. اسمعي بدي اقول لك، اسمعي هلا. من كم يوم مرق لعندي ابو ناصر بسيارته، لما شافني جاي من راس الحاره طوط لي، زمر لي يعني لانتبه له، والمسكين زمر من هون، والشباب الطيبه دقت بزمور رقبته من هون. قال شو ممنوع الزمور حتى ما ينزعج المعلم. ايه حلف 100 يمين، حلف 100 يمين من بعدها ما عاد يدعس هالحاره طول ما هو طيب.
أبو رياض، نحن لازم ننقل من هالبيت بأي طريقة، بقرد ودب لازم تلاقي تصريفة إله. عم تمزحي؟ وأنتي اللي قلتي من بكرة بدي نزل إعلان بمجلة السمسار حتى بيع البيت. بس لازم ترخي إيدك شوي لحتى ينباع معنا بسرعة، يعني مو تطلب 4-5 ملايين مثل ما كنت ناوي. لك شو 4-5 ملايين؟ بدي بيعه بخسارة، بخسارة، فهمتي هلا؟ بدي بيعه بمليونين وربع، يعني بخسارة 250,000 ليرة. معلش، الله بيعوض، المهم نخلص. مرحبا. أهلين وسهلين، الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. شو أخوكي نوى يبيع بيته؟ ما بعرف ليش. منزل إعلان بالجريدة، اسمعي شو كاتب. الشقة السكنية 125 متر منطقة أبو دراني للبيع بسعر مغري جدا. أو حتى المقايضة على شقة سكنية في دمشق أو حتى ضواحيها. للمراجعة بالاتصال رقم يا حرام، يا حرام على العلقة. صدقني زلت عليه من كل قلبي. المسكين ما بيستاهل، بس أخوك الحق عليه، كان لازم يدقدس منيح قبل ما يشتري. إيه الله يبعث له شي زبون يخلصه منه على أهون سبب يا رب. أم رياض، أم رياض، هلا. خير الشباب؟ شو في؟ هاتي البشارة. شو؟ باع البيت؟ إيه نعم يا ستي، بعت البيت ووقعت العقد كمان. خي ألف حمد وشكر لك يا ربي، والله لو بعرف زلغت لكن زلغت. قديش بعت أبو رياض؟ بمليونين وربع. سيدي يلا معلش، الله بيعوض. أبطل مصاري؟ لا، ما أبطلت شي. ليش؟ بادلت مبادلة، ما بعت كاش. مبادلة؟ على شو بادلت؟ على بيت تاني؟ لا مو على بيت تاني، بادلت على 6,000 متر قماش، خملة دراقين. بينباعوا معنا يا ترى؟ سويت يا نوراني سحرك عماني، يا نوراني سحرك عماني، وما في بيت يقطعني عليك، يقطعني عليك يا مدلل أهلك. يلا يلا. ايه مرحبا ماهر. شو اخبارك؟ منيحه. اشتقنا لك يا رجل، وينك انت؟ اشتقنا لك العافيه يا رب. لي زمان ما شفتك، شو اخبارك؟ تمام والله الحمد لله، تمام التمام. لك شو البيت المكركب هاد؟ ليش وقفت شغلي على البيت؟ حياتي كلياتها مكركبه فوقاني تحتاني. شو كنت عم تشتغل لكون عطلتك عن شيء؟ لا كنت عم شغل الغساله الاوتوماتيك. تعرف جهاد، أنا برأيي إنه أهم اختراع عن وجد بالقرن العشرين هو الغسالة الأوتوماتيك. يعني ما بعرف لولاها شو كان صار فيني. ولك طالما عندك غسالة أوتوماتيك، ليش بيتك قايم قاعد والغسيل ملحوش هون وهون؟ يعني لو ما عندك غسالة أوتوماتيك، شو كان صار بحالتك؟ إيه أنا بعرف، الله أعلم شو كان صار فيني. المهم شو تشرب؟ عود هلأ، ما بدي أشرب شيء، عود هلأ. ليش مكابسة نفسك علينا بقى؟ لك يا اخي شو جاي لجربك هلا؟ انا خلص اذا بدي اشرب شيء بقول لك. عود مثل ما بدك على راحتك. تعرف ماهر، انا وضعك مو عاجبني بنوب. وليش بقى؟ شو بوضعي؟ ما بعرف، خايف اذا حكيت تقوم تزعل، رغم انه اللي بدي احكي لمصلحتك. اخي احكي ما بزعل ولا يهمك، احكي اللي بدك اياه. اخي باختصار شديد، انت عايش حاله من الفوضى والكركبه رهيبه جدا. يعني لا تأخذني، تياب ملحوشة على الكنبايات، فناجين القهوة والشاي يمكن صار لها أكثر من 15 يوم ما تزحزحت من محلها، الجرايد بالأراضي، سمك الغبرة هيك صار. يعني بالمختصر المفيد، العزوبية ما بتلبق لك ولا خرجك، والمفروض أنك تتجوز وتنظم حياتك من جديد. فهمت بقى شو بقصد ولا لا؟ يا حبيبي، وزاد في الطنبور نغما. شلون يعني؟
يعني عيوبي لا أراها وعيوب الناس أركض وراها. شو يعني قصدك أنا؟ طبعا بقصدك إلك. شو نسيت إنك مرقت بتجربة زواج فاشلة وانتهت بالطلاق؟ لا ما نسي، بس ما لازم وقف ضد فكرة الزواج لأني فشلت فيه. وأنا كمان هيك، يعني مين قالك إني أنا ضد الزواج؟ بس مين هي اللي ممكن تقبل فيني بعد ما صار عمري هالعمر؟ وينا؟ تسلم لي عينا؟ ولك أخي اللي بيدور بلاقي، يعني أنا مثلا مالي صغير بالعمر ولا هلأ ما يئست ولساتني عم دور على بنت الحلال مرة تانية. بس أهم شيء إنه الواحد فينا يتنازل عن شروطه ولا يعقد المسألة. لك أخي متنازل، صدقني متنازل، يعني ما عاد بدي إياها شقرة وطويلة وجذابة ومثقفة وبتحكي أربع لغات وست بيت وسيدة مجتمع راقي. لا حبيبي ما عاد بدي هالنماذج، هلأ صار بدي وحدة آدمية وصلى الله وبارك. حلو هالكلام، بس وين بدك تلاقيها هاي؟ إيش هو بيعرفني؟ اسمع يا ماهر ولا تستخف بكلامي. تفضل يا سيدي عم بسمعك. أنا قررت جوزك وبأسرع وقت ممكن. بقى قوم البس ثيابك وخلينا نروح على محل كويس ونحكي كلمتين على رواق. لوين بدنا نروح؟ هلا البس ثيابك وبعدين بنحكي. والغسالة؟ شباب لك فيها وجبة غسيل. لك إيه خلاص ما رح يصير لها شيء، يلا يلا. ماشي الحال. لك شبك على شو عم بتدور؟ عم دور على قميصي. شفت لي قميصي الأسود والرمادي؟ شو؟ لا أنت فعلا حالتك صعبة ولازم جوزك على حالك. عود ماهر، عود هلا طلعتي من البيت كرفتي عاملات وشي حتى تقعدي بالكافتيريا؟ طبعا لحتى نحكي على رواق. وعن شو بدنا نحكي بقى؟ امسك هالمجلة وافتح على الصفحة 45. حاضر يا سيدي. وهي فتحنا على الصفحة 45. ها ها، عندك في زاوية اسمها نصف الحلو وفيها اعلانات زواج مبوبة، شفتها؟ هلا معقولة انا اتجوز بهالطريقة؟ يخرب بيتها يخرب بيتك، بدك يعني اتجوز بالمراسلة؟ هي اخرتي؟ لعمش وجنيت انت؟ جنيت ليش؟ وين الغلط يعني؟ قلة ناس عم تتجوز بهالطريقة. بالعكس أنا شايفة طريقة عملية وعصرية وواقعية كتير. ما بعرف يا جهاد، ما حبيت هالأسلوب، ما حبيته يا أخي. وبصراحة ما بيلجأ له إلا اليائسين والمعنسين والمصدومين عاطفيا، هيك بحس. لا لا الله يسامحك يا ماهر، هلأ أنا هيك؟ ليش أنت؟ إيه نعم سيدي، وصار لي شهرين لاحق هالزاوية وكل الأصدقاء اللي حوالي نصحوني أني أتجوز بسرعة، لأنه مو شرط تكون كل تجارب الزواج مثل بعضها. بالعكس ممكن تكون التجربة الثانية أفضل بكتير من التجربة الأولى. ومثل ما بتعرف المرأة لا تنسيها إلا المرأة، فقلت لحالي خليني جرب. على عيني يا حبيبي جرب، ما اختلفنا، بس ليش بهالطريقة؟ ليش مو بغيرها؟ يعني خلينا واقعيين يا ماهر، واحد مثلي بأي طريقة بده يدور على بنت الحلال؟ بطريقة نابليون مثلا؟ طيب المهم لقيت نتيجة أنت؟ لحد هلا لا، بس عندي أمل كبير. يعني لسه ما لفت نظرك ولا إعلان من هالإعلانات هاي؟ بصراحة امبلا، من 10 أيام لفت نظري إعلان أكيد مقبول بالنسبة لي. ليكو لساته ما نشوف. اسمع، سيدة في 30 من عمرها مثقفة وذات حضور جذاب ترغب بالزواج من رجل ناضج يحترم المرأة ويقدس الحياة الزوجية. بقى شو رأيك؟ هو انت هيك بتحبها والاعلام بيني وبينك يعني خرجك تماما. وانا هيك قلت لما قريته. المهم شو عملت؟ رحت شفت صاحبة الاعلان ولا لساتك عم تفكر؟ لا سيدي، رحت على المجلة وما كذبت خبر. صباح الخير. صباح النور عيوني. الحقيقة انا جاي من شان الاعلان المنشور بالمجلة تبعكم، فاذا ممكن. تشرفنا، اهلا وسهلا فيك عيوني. اهلين دادا، اهلين. وانا المدام ابتسام نكاشي المسؤولة عن زاوية نصف الحلو في مجلة العرش الصاخب. اهلا وسهلا. تشرفنا مدام نكاشي، وانا جهاد سراس جوبراني الاصل مقيم بالدول العام. تشرفنا استاذ سراس، اهلا وسهلا. شرف عيوني، شرف ارتاح، اهلا وسهلا فيك. شو بتحب تشرب؟ اي شيء بارد لو سمحتي، بس مو شرط يكون كازوز، مي بارده بيمشي الحال. لا ولو
انت ضيفنا ما بصير. جيبينا اثنين اناناس مغضوبة. حرام مدام، ليش هيك عم تسبيها؟ لا لا ولا يهمك، هي هيك اسمها. ايه عيوني، شو لفت نظرك شي اعلان بمجلتنا؟ ايه نعم مدام، والحقيقة عجبني هالاعلان بالذات. طيب ممكن تعطيني رمز صاحبة الاعلان لو سمحت؟ ايه نعم، مكتوب هون محطة مير. ليكو لقيته. اوكي طيب عيوني، انت هلا بتحب تشوف صاحبة الاعلان ولا شو اقتراحاتك؟ لانه نحن طبعا اولا واخيرا بتهمنا راحة زبون قبل كل شيء. بتحب تشوفها بالاول اذا ما في مانع. ايه على عيني، بس ممكن اول شيء اخذ منك بعض المعلومات؟ طبعا على عيني تكرم. لو سمحت تعطيني بقى عمرك بالكامل وراتبك الشهري. عمري 42 ليرة وراتبي 8000 سنة بالشهر. شلون هيك عيوني؟ يعني العمر 8000 سنة وراتب 42 ليرة؟ عفوا عفوا، اعكسي الأرقام بيمشي الحال، أنا متلبك شوي. الحق معك، الحقيقة الواحد بيتلبك بهيك مواقف. مزبوط. دراستك وعملك؟ معي إجازة بالحقوق وحاليا موظف بمصلحة المجاري المؤممة. طيب متزوج شي قبل هالمرة؟ نعم متزوج ومطلق من سنتين. عندك أولاد؟ لا ما عندي أولاد. طيب لحظة شوي لو سمحت. ألو، مرحبا عيوني، كيفك؟ أنا المدام ابتسام نكاشي من زاوية نصفك الحلو بمجلة العش الساخن. كيفك عيوني؟ شو هالحكي شو هالحكي، عتباني علينا ليه بقى؟ لا تأخرنا عليك عن جد. طيب طيب انت تعرفي يعني السوق دائر شوي، شو نساوي؟ ولا يهمك. ايه عيوني، انا في عندي هون استاذ قرأ اعلانك بالمجلة وحابب يشوفك، يعني اذا بترغبي بهالشي شو رأيك؟ ايه عيوني، بتصور عنده نفس المواصفات المطلوبة بالضبط، بالاضافة لخفة الدم طبعا. عمره 42 سنة. لا مطلق. والله ما بعرف، ممكن اسأله؟ لحظة لو سمحتي. محطة مير عم تسألك عن سبب الطلاق. الحقيقة السبب هو عدم الانسجام، لأنه مرتي الأولانية كانت مثل الضبعة وصعب كثير التفاهم معها، ولهالشي تم الطلاق. عم بيقول إنه مرته كانت صعبة كثير كثير وما صار تفاهم. ايه اوكي. وحضرتك عيوني انت بتحب يكون الموعد؟ طيب لحظة لأسأله. بيناسبك بكرة الساعة 6 المساء عيوني؟ ما في مشكلة، منشوفه على رطوبة. اوكي، معناتها موعدنا هون بكرة الساعة 6 المساء. اوكي، الله معك عيوني، الله معك، باي باي. ورحت على الموعد؟ طبعا رحت. وشو لقيت؟ رح احكي لك شو لقيت. مدام نكاشي تاخرت محطه مير، ما هيك؟ يا ريت تقلي مدام ابتسام بيكون افضل عيوني. على كل هذا وقتها ما بقى الا تجي. تفضل. مساء الخير مدام ابتسام. هلا 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 عيوني، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مروان. جهام، عفوا شو بتعرفوا بعض من قبل؟ لك العمى ضربك ويخرب بيتك، لك لهون لحيني كمان؟ والله العظيم لو بعرف انه انت اللي طالب تشوفني كنت جبت مسدسي معي. لك العمى ضربك ويخرب بيتك، انت لو عرفان انه انت محطة مير كنت زتيت حالي بالبيرة قبل ما اجي لهون. لك يا ريت كنت خلصت من هالوش. بالاذن مدام نكاشي. لحظة لحظة عيني لحظة. خير خير شو في؟ شو فيها؟ يا مدام محطة مير بتكون طريقتي. العمى على هالكم، قسما بالله الصدفة ما بتحصل إلا بالأفلام الهندية. المهم هلأ خلينا بموضوعك، افتح هالمجلة وقرأ لي هالإعلانات على مهدوي، لعل وعسى تلاقي شي بناسبك. بس ما يصير فيني مثل ما صار فيك. ليك التاني، ليش انت متجوز ومطلق مثلي؟ قلتك ماشي الحال. فتاة في 28 من عمرها، متوسطة الجمال، وتقدس الحياة الزوجية
ترغب بالزواج من شاب يكبرها بخمس سنوات؟ يا حبيبي لا لا حبيبي، هي ما بتناسبني منوب. ايه طيب معلش، شوف غيرها، البنات على قفا مين يشيل. طيب فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها، خارقة الجمال، شديدة الذكاء، تجيد الطهو، ترغب بزواج من شاب مقيم في أمريكا وحاصل على جرين كارد. يا حبيبي كمان هي ما بتناسبني. شوف غيرها، شوف غيرها. يلا ماشي. شغالة فلبينية تجيد المساج، ترغب بالزواج من مسلم ولو على ضرة. يا حبيبي امالي هون منوب. أرملة يهودية ترغب بالزواج من عربي فلسطيني بشرط الإقامة في المستوطنات. للعامة لهون وصلت وقاحة. فتاة مغناج ترغب بالزواج من مسؤول كبير بالدولة أو ضابط مخابرات أو جنائية لا فرق. العمى شو هالطلب الغريب؟ أخي المسألة عرض وطلب. أرملة ولديها أربعة أولاد. يا حبيبي لا، هي ما بتناسبني منوب. مطلقة تبلغ من العمر 60 عاما. يا حبيبي هذا اللي كان ناقصنا والله. هلا لا تضوج، شوف غيرها يا أخي، الصفحة مليانة. فتاة عادية ليست جميلة وليست قبيحة، هادئة متزنة، تبلغ من العمر 35 من عمرها، مرتاحة ماليا وتقدس الحياة الزوجية، ترغب بالزواج من رجل ناضج تخطى 40 من عمره. شو رأيك في الإعلان؟ شلون شفته أنت؟ والله بصراحة أثار فضولي. ليش؟ لأنه ما في تفاصيل كثيرة؟ ما بعرف، بس حسيته إعلان منطقي وصيغته واقعية وما فيها أي مبالغة، وهذا دليل على أنه صاحبة الإعلان عاقلة وراكزة وجريئة بنفس الوقت. مزبوط عم تحكي، والمواصفات تنطبق عليك أنت تماما. يطول بالك أنت الثاني، ليش بتتسرع بإطلاق أحكامك؟ ماني عم بتسرع، بس وحدة مثل هاي ما لازم تروحها من إيدك أبدا. اتلحلح شوي. شو أعمل يعني؟ شلون اتلحلح؟ أنت بالأول شف لي شو الاسم المستعار تبع صاحبة الإعلان. ما بعرف، إعصار ميتش. والله ظريف الاسم، بأنت دمه خفيف كتير. ها طيب شو لازم نساوي هلأ حتى نشوفها؟ قوم لنتصل بالمجلة. هيك دغري من الباب للطاقة؟ لك أخي ليش التأجيل؟ خير البر عاجله، ولا ألا بلا ما نتصل بيكون أحسن. لك يا حبيبي مو هيك قصدي، قصدي نروح نعمل زيارة للمجلة ونحكي معهم فيس تو فيس، ما في داعي للمطمطة. هيك فكرك؟ أنا هيك فكري، شو رح نخسر يعني؟ قوم لقلك قوم. لك لوين؟ لك شبك خايف وكأنه رايحين لنسرق بنك. طيب شو رأيك نأجلها كم يوم؟ عربين ما أكون استعدت نفسيا. لا حبيبي، إذا بدي استناك كم يوم لا رح تتجوز ولا رح تستعد نفسيا، رح استناك يوم واحد بس. يا متر قدملك رفيقي ماهر فخر الشام. تشرفنا، اهلا وسهلا عيوني. اهلا وسهلا. اكيد جايين مشان شي اعلان اذا ما خاب ظني، وهيك؟ اي والله ما خاب ظنك منوب. والاعلان بخصك ولا بخص رفيقك عيوني؟ لا هالمره بخص رفيقي. ويا ترى انو اعلان لفت نظرك؟ الحقيقه لفت نظري الاعلان يلي حاططه اعصار ميتش. يعني لقيت المواصفات اللي بدك اياها بصاحبه الاعلان؟ مبدئيا نعم، بس بقي علينا نعاين، قصدي نشوف صاحبة العلاقة. شو عليه عيوني شو عليه؟ ما في مانع ابدا، هذا حقك طبعا. بتحب حدد لك مع موعد لقاء؟ والله اذا ممكن. اي تكرم عينك، وان شاء الله ان شاء الله بتتوفق وبصير نصيب وبتعيشوا بسعادة وهناء. والحقيقة الحقيقة عيوني نحن بنكون كتير كتير سعداء لما بنوفق راسين على مخدة واحدة، او لما بنحاول دحش راسين بطاقية واحدة حتى لو كانت صغيرة. مغضوبة، طلعت المانجا باردة لو سمحتي. لا ليش عزبتي حالك مدام، الله يخليكي. لا لا عيوني مو معقول هالحكي، هذا واجبنا، بس بدي منك خدمة صغيرة. ولو تفضلي مدام. بتمنى منكم المحافظة على سرية الموضوع، يعني إذا ما صار نصيب وما اتفقتوا مشان يضل الموضوع بيناتنا، مشان ما يصير يعني لغط ومشاغبة مثل ما بتعرف. إيه طبعا طبعا، ولو من هالناحية كوني مطمئنة مدام نكاشي. شغلة تانية كمان، فضل انك تكون لوحدك اثناء اللقاء، هيك الاصول. يا
يعني ما بصير يكون انا موجود، انا زبونكم مدام. اهلا وسهلا فيك، بس انا افضل يعني انه يكون اللقاء ثنائي مشان خصوصيه الحاله عيوني. إيه مو مشكله مدام نكاشي، مو مشكله، راح اكون لوحدي. اوكي معناها اتفقنا. الو مرحبا عيوني، كيفي؟ انا المدام ابتسام نكاشي، مسؤوله زاويه نصف الحلو بمجله العرش الصاخب. اهلين فيك عيوني. اهلين اهلين. مين معي؟ الانسه فاتن. اهلين اهلين، كيف رضاكي علينا؟ حلو اسمها، ما هيك حلو كثير، شو بدك احلى من فاتن؟ حابين نحدد معك موعد لقاء اذا سمحتي. ايه 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 ايه، في عندي مستاجر، عفوا في عندي شخص حابب يشوفك. ايه عيوني، ايه بنفس المواصفات اللي حضرتك طالبتيها بالاعلان موجود عندي طبعا. لحظه شوي، بكره الساعه 6 بناسبك استاذ؟ ايه بناسبني، مو مشكله. اوكي عيوني، بكره الساعه 6 المساء ان شاء الله. اوكي حبيبتي، اهلين. هلا هلا عيوني، هلا هلا، باي. تدري ليش ازعل عليك؟ أعشقك وأموت فيك، تكسر الخاطر بدوني، ينكسر قلبي وجيك. تدري ليش أزعل عليك؟ تدري ليش أزعل عليك؟ تدري ليش أزعل عليك؟ تدري ليش أزعل عليك؟ وعم ليشك مشعلك ها؟ إذا بدي أكوي بخاف أتأخر عن موعد، أحسن شي روح بهاد. دقني خشنة بدها تنعين، أعصار ميت شي، مو أي كلام. بحبك وبغار ويلي من الغير، بحبك وبغار يا ويلي من الغير، شعلت النار من نظرة صغيري، لو عقلي طار. لا مش قصة صغيرة، لا 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 شارارارارارا ترارارا 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 ترارارا. مرحبا مدام. اهلا وسهلا استاذ ماهر. اهلين اهلين عيوني. اهلا وسهلا فيكي، متاسف كثير للتاخير. ولا يهمك، ولا ما في مشكله ابدا. تفضل تفضل تفضل. شكرا. اهلا وسهلا، تحياتي مدام. أهلا وسهلا. بعرفك على أنسة؟ مين؟ مغطوبة؟ لا شو هالحكي؟ هاي الأنسة فاتن. حضرتك ال مدموزيل فاتن. ليش واقفين يا جماعة؟ تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ميرسي مدام. عفوا يعني حضرتك الإعصار ميتش؟ نعم أنا الإعصار ميتش. عجبك الاسم؟ آه إيه طبعا طبعا، اسم طريف ظريف، حلو حلو تماما. ميرسي. على فكرة الأنسة فاتن كمان تحكي لغتين ثلاثة لمعلوماتك. واضح واضح، إنسانة طليق تماماً، خزيت العين حولها ما شاء الله. وكان إيه عيوني، بتحبوا أتركوا لحالكم شوي؟ لا لا لا، ليش؟ لا تتركينا. شو تتركينا؟ مستأنسين بوجودك، مو هيك؟ طبعاً طبعاً مستأنسين مستأنسين مدام. ما في مشكلة، شو بتحبوا أطلب لكم؟ أنا إكسبريس سكر وسط. أوكي، والأستاذ؟ أنا سادة، أي شيء سادة. اوكي. الو يا مغضوبه، واحد اكسبريس وسط واثنين قهوه ساده لو سمحتي. ايه استاذ ماهر، شلون شفت؟ شو بدي اشوف عيوني؟ يعني كيف شفت الانسه فاتن؟ ظريفه. ايه ظريفه، عين الله حولها، الله يسلمها لاهلها. على فكرة مدام ابتسام، الطقس اليوم كان معقول كتير، يعني غائم جزئيا مع فرصة لهطول زخات من المطر.
أنا بحب هالطقس كتير، يعني لا برد ولا شوب، والبحر متوسط ارتفاع الموج، بس معدل الأمطار هالسنة يعني كان ماشي حاله. الحمد لله المواسم كانت جيدة، والأغنام أكلت وسمنت، والمياه الجوفية تحسنت، يعني ارتفع مستوى الآبار السطحية والجوفية بكل سوريا، وهذا بالحقيقة الشيء مبشر، مبشر تماما. أستاذ ماهر، يا ريت نضل بصلب الموضوع اللي جاي مشانه لو سمحت عيوني. طبعا يعني لازم نضل بصلب الموضوع، ليش جايين نحن لهون لكان؟ بس عفوا، ممكن اتصل بالتليفون؟ تفضل عيوني، تفضل. الو، مرحبا جهاد، شو الأخبار عندك؟ نعم؟ شو الحكي؟ أخذوه على المستشفى؟ إمتى؟ بالعناية المشددة؟ لا 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 على الشغلة، أنا جاي لعندك فورا حبيبي، مع السلامة. خير أستاذ؟ شايفة هاي الشغلة؟ شايفة؟ أنو شغلة؟ أبوه لجهاد بالعناية المشددة، المسكين إجته أزمة دماغية، والمسكين كان عم يغسل الكلى مرتين ثلاثة بالأسبوع، هذا غير الطحال والشقيقة والتهاب المفاصل ووجع الأسنان. أنا آسف يا جماعة، مضطر أمشي، رفيقي هاد ولازم وقف جنبه بهيك ظروف، بيعتب بعدين، مو حلوة، بتعرفوا أنتو يعني الناس للناس والقطة بالنفاس، والإنسان يعني بيكون. يلا هلا، السلام عليكم. شو هالحكي ماهر؟ يعني ما عرفتك الآنسة فاتت؟ لك اخ يا جهاد اخ، شو بدي احكي لك؟ لاحكي لك يعني انا ما توقعت لا بالاحلام ولا بالافلام اني شوف قدامي هيك بنت بهالدمامه والقباحه والبياخه، اللهم لا اعتراض. يحما لهالدرجه؟ ولك واكثر، يعني شو بدي اقول لك؟ بصراحه انا لما طلعت على الكرسي اللي قاعده عليه اتاخدت وتلبكت، لاني ما شفت انثى على الاطلاق، شفت كتله، كتلة من الشحم واللحم، معدومة التضاريس والجغرافيا، انعدام كامل. انت عمرك شفت جسم ماله جغرافيا؟ هلا لا تقعد تبالغ وتهول الامور مثل عادتك، يعني اذا كانت الوحدة وشها حلو ممكن غض النظر عن الرشاقة، بعدين لا تنسى انه نحن حطينا التنازلات على رأس القائمة. ولك انو تنازلات هاي؟ عم قلك وشها الله جيرنا يا رب. يعني انا بتصور انه رب العباد لما خلق هالوش خلقه حتى الناس لما تشوفه تعتبر اولا الملامح عجيبه وغريبه، وبيعجز اي رسام كاريكاتير انه يرسمها، عيون كبار جئرين كلهم غضب، شرر متطاير، الشفتير غلاظ كتير، غلاظ وسماك، وكل شفتور ما بيشبه اخوه ابدا. بعدين التم كبير كتير قد المغاره، وعاملته مثل خاتم بالحمره هيك قال حتى تصغره، والحنك مثل بلوعه، واسنانه مثل صف التلاميذ الابتدائي بتحية الصباح، شي طالع شي فايت، شي طويل شي قصير، شي متعبال شي مسطح. يا لطيف لهالدرجة؟ وشها ما بينتمي لأي شكل هندسي معروف بالطبيعة، لا هو دائري ولا إهليجي، لا قطع ناقص ولا شبه منحرف، لا متوازي مستطيلات ولا معين، يعني فيك تقول شكل هندسي مزيج من هالأشكال هي كلياتها. لك رقبة، رقبة مالك، راسة غاطس بين كتافها، والكتاف كتف أطول من كتف، وظهرها في حردبة، أصابيع إيديها غلاظ وسماك مثل اليلنجي أو الكباب، مثل أصابيع الباطنجية، نطقها غلط، منطقها سخيف، صوتها نشاز، ضحكتها فضيحة، ذوقها معدوم، لبسها مفشكل، ومكياجها لخمطة. ولك خلص خلص، والله أبشع البدني، اللهم لا تبلينا وعفو عنا يا أرحم الراحمين. لك الحمد، شو هالوصفة؟ وهذا شو؟ لسه ما حكيت لك شيء. خلاص خلاص، ما في داعي تكمل، وصلتني الصورة تماما. روح الله يكون بعونك على هالمقلب يلي أكلته. أخي ماهر، بيظهر أنا وياك حظنا مع هالمجلة أوت. بس بدك الصراحة يا جهاد، قسما بالله شفقت عليها من جوات قلبي، يعني بعد ما راحت السكرة إجت الفكرة،
وبعد ما فقت من الصدمة سألت حالي إيش وزن بهالمسكينة حتى تصير مضحكة للناس بسبب شكلها؟ مثل المخلوقة هاي ليش لحتى تقضي حياتها معنسة وغير مرغوب فيها؟ بالإضافة لأنه بجوز يكون عندها حس عالي وتهذيب رفيع. صحيح صحيح، هالكلام دقيق من وجهة النظر الإنسانية، ومثل ما بيقول المثل كل أمحى مسوسة إلى كيال أعور. بس يا جهاد هيك أمحى صعب يلتقى لأي كيال، يعني وحدة مثل هاي ما بتوقع إنها تتجوز أبدا يا حرام. سيدي ولا تتجوز، شو بدنا نحمل همها نحنا؟ جهاد فهمني دخيلك، أنا حطيتك بالصورة الأولانية حتى أشرح لك واقع الحال، بس من المقابل ومن وجهة نظر إنسانية، يعني شلون بدي أقول لك؟ يعني حلو الإنسان يضحي في سبيل أخيه الإنسان. شو قصدك؟ يعني لازم حدا من هالناس يضحي ويكسر على أنفه بصله ويتجوز هالمسكينة. طيب مين هالحدا؟ بس ما تكون أنت. ها ليش لا؟ ولك العمى بقلبك العمى شو جنيت؟ ولا طمعت لأنه سمعت أنه مرتاحة ماليا؟ لا ما طمعت، بس أنا عم فكر بشكل واقعي وإنساني، وأنا طول عمري اتعودت أني ضحي وتعودت أني اتفانى في سبيل غيري، ومو غلط أبدا إذا ضحيت هالمرة في سبيل هالدرويشة. لك اختي خليها تفرح، خليها تتجوز، خليها تدخل دنيا، وأكيد هي رح تقدر لي هالتضحية الكبيرة اللي عملتها مشانها، ورح تحفظ ليها طول عمرها. ما بتعرف يمكن تسعدني سعادة ما بتوقعها أبدا. يعني جهاد بيني وبينك، الشكل الحلو عند المرأة بتغتاله التصرفات البشعة، وبتصير المرأة بعين الرجل أقبح من القبيحة. ولا تنسى إنه العلاقة الزوجية مو بس علاقة جنس ومنس، لا في أشياء تانية كمان. لك شو جنيت أنت؟ ضروري أنت تضحي، خلي غيرك يضحي بعدين بجوز. خلاص خلاص جهاد، الحوار انتهى، وبالظاهر أنا قررت أتجوز إعصار ميتش. العبا شو هالرجال، هو اللي بيمدح وهو اللي بيزم، شو هالتناقض هاد؟ يا ماهر اسمعني شوي قبل ما تتهور، بكره بتندم. حبيبي انا قررت وانتهى الموضوع، خلصنا، وانا متاكد انه رب العالمين ما راح ينسى لي هالتضحيه، متاكد. ماهر اكيد انت مو بوعياتك. كيف معنا يا فوت؟ خلص فوت فوت. هلا 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 عيوني هلا. مرحبا مدام، شو الصحه؟ مرحبا مدام، تفضل تفضل. اهلا وسهلا. شو استاذ ماهر، اكيد لفت نظرك شيء اعلان جديد ما هيك؟ لا والله، يلي لفت نظري الاعلان القديم. ما فهمت عليك. ماهر. ايه. مدام ابتسام، أنا قررت أتجوز إعصار ميتش. بقى يا ريت تتصلي هلا بالآنسة فاتن وتبلغيها قراري. للأسف أستاذ ماهر، للأسف عيوني، أنا ما رح أقدر أخدمك بالموضوع أبداً. ليش بقى؟ لأنه الآنسة فاتن بعد ما شافتك أصيبت بصدمة. نعم. أصيبت بصدمة؟ ليش بقى؟ بصراحة قال حضرتك ما عجب تمنو، وهي ما أنا حابه تدفن حالها بالحياة معك، للأسف عيوني. رضينا بالبين؟ والبين ما رضي فينا. أهوي سادة يا مخطوبة. شو دخل رائدة؟ شو دخل رائدة؟ على أساس مو عرفان يعني، وما دخلك بالقصة نهائيا، ما هي اللي دخلها. صدقني ما فهمت عليك، يا ريت توضح أكثر أخ سامي. أخي بصراحة أنا ما كنت حابب أحكي لك، بس ما عاد أقدر خبي، طفح الكيل معي ووصلت الشغلة روس من أخيلي. هلأ روق وفهمني شو القصة. القصة وما فيها أنه مرتك مو بس سكرتيرة المدير، يبدو أنه مرتك إلى مهمات تانية. شو قصدك سامي؟ طول بالك، لا تحتد وتفهمني غلط. المدير معين مرتك جاسوسة على الموظفين، والله وكيلك نازل سلخ تقارير فيهن عن طلعة والنازلة، هرت نعمتهن هري. ولك يا أخي المشكلة إنه رائدة قابطة زيادة عن اللزوم، شو بدي أعمل معها يعني؟ شو هي اللي قابطة؟
للوظيفة. يعني أنا شو بدي أعمل إذا كان لحد هلأ تفكيره عصملي وبتحب النظام؟ إذا قال للمدير روحي تابعي لي الموظفين مباشرة بتتحمس وبتقدر بتنفذ أوامره بحذافيرة. إدخيلك أنا، هذا مو مبرر. أنا ما عم حاول برر إطلاقاً. أنا كمان ضد تصرفات رائدة، بس يا ريت تاخذ الأمور بعقلانية شوي. شلون يعني عقلانية؟ شلون؟ يعني نحن لازم نلوم المدير يلي عم يلجأ لهالأساليب الاستخباراتية مو رائدة، لأنه إذا ما حط رائدة جاسوسي أكيد رح يحط غيرها. نبيل لك شغلة وما بتزعل مني؟ لا قول، ما بزعل. الله يحمل معك. شو أصدر؟ يعني الله يعينك على مرتك. زعلت شي؟ حدا بيزعل بالحقيقة. يا رائدة يا رائدة، ما بصير تعملي هيك مع رفقاتك، ما بصير بنوب. بعدين هدول موظفين مثلك مثله، مو حلوة كل شغلة توصلي له اياها للمدير. بعدين شوفي يا اذا تأخر سامي شوي عن دوامه، يعني ضروري المدير يدرى بهيك قصة. شي حلو والله، إذا كل واحد بده يتأخر على كيفه عيني تفلت المؤسسة وتصير مثل الخان، الفايت فايت والطالع طالع. وشو دخلك أنت بهالقصة؟ في غيرك مسؤول عن ضبط هيك أمور. مزبوط، والمسؤول عن ضبط هيك أمور هو السيد المدير، والسيد المدير هو اللي كلفني شخصياً بإني راقب الموظفين. يعني أنا عم أدي واجبي الوظيفي مو أكتر. بس يا رائدة بإمكانك تأدي واجبك الوظيفي بطريقة ألطف من هيك. شو قصدك يعني؟ يعني أنا وقحة؟ يعني أنا ما عندي لطف ولا باقة؟ طولي بالك طولي بالك، ليش هيك احتديتي؟ أنا ما قلت هيك، أنا قصدي إنه بإمكانك تغضي النظر عن بعض الأمور. يعني ما كل شيء بتشوفيه توصلي للمدير. يا نبيل ما بقدر ما بقدر، أنا بموضوع الالتزام والانضباط ما فيني اتهاون أبدا. بعدين إذا بتريد لا تتدخل بصميم شغلي، وتذكر منيح إنه أنا بحياتي ما دخلت بشغلك. مثل ما بدك، أنا عملت اللي علي وأنت تصطفلي. صباح النور. الله وكيلك مبارح ابني ما نيمني الليل طول الوقت. 43 نحنح سلامته ان شاء الله. سلامته. الله يسلمك يا رب، مشان هيك تاخرت اليوم. ايه بسيطه ولا يهمك. شو عم تكتبي؟ لا ابدا ما في شيء، ملاحظه صغيره بس. يعني بدك تفسدي علي المدير اني تاخرت؟ اذا بتريدي يا عنايات انا ما بفسدها، انتبهي لكلامك منيح. بعدين حبيبتي اذا ابنك سخنان طول الليل روحي احكي هالحكي هذا السيد المدير، لانه انا ما دخلني. ما في نتيجة، دق المي وهي مي. شو قصدك؟ لا فوق ما لا متأخرة كمان العين تحكي، معقولة شو الموظفين هدول؟ وين رايح؟ شفتك؟ هاتي لشوف، شو في عندك؟ أستاذ عناية موظفة الديوان تأخرت ساعة وربع، قال شو ابنك كان سخنان بالليل، وهي تقرير كامل عن أسماء الموظفين اللي تأخروا اليوم. يسلموا إيديكي، شو في كمان؟ ابو ممدوح الموظف الذاتيه كان عازم شله الموظفين عنده على الفطور، وجاب لهم فول وخبز وفطروا على الطاولات. العمى بقلبه، شو عامل الذاتيه مطعم؟ ويا ريت وقفت المساله على هالشغله. الموظفين كانوا حاطين الفطور على الجريده الرسميه، وابو ممدوح تحديدا كان عم يشرشر الزيت فوق صوره المحافظ. الله لا يوفقه. انت من كل عقلك عم تحكي؟ ما بزل عليك بحرف استاذ، هاي التقرير ليكم، تقرير كامل عن واقعة الفطور. تسلم هالايدين. في شيء ثاني؟ ابو تيسير المستخدم اللي عندنا كسر حنفية المغسلة. العمى، وشلون كسرها هذا كمان؟ هيك قد ما هو مستهتر وأرعن وأهوج. كمان هي استاذ ليكا، هي واقعة كسر حنفية المغسلة. طيب يسلموا هاليدين. غيره؟ موظفين مكتب النسخ كانوا مجتمعين عند رويدة وعم يحكوا وينقوا على المعاشات والإضافة استاذ، وهي تقرير كامل عن كل الحكي اللي انحكى. يسلموا إيديكي، عما نتعبك معنا يا مدام رائدة. لا ولو استاذ، تعبكم راحه. بعدين انا يا استاذ شو عم ساوي؟ ما عم ساوي شيء، انا فقط عم ادي واجبي المهني، بس عم ادي بامانه واخلاص. بتريدوا مني شيء استاذ؟ روح شوف شغلك، الله معك. شو عم تكتبي؟ ما عم اكتب شيء ولا شيء. ما عم تكتبي شيء؟
لا لمين عم تسلخي تقرير هالمرة؟ نبيل إذا بتريد لا تحكي معي بهي اللهجة. بأي لهجة لكان بدك يعني حاكيكي؟ يا نبيل سبق وقلت لك ما بسمح لحدا يتدخل بشغلي أنا، إذا بتريد حط هالكلام حلقة بأذانك عن إذنك. حلقة بأذاني؟ أين أميرتكم؟ مرحبا أستاذ سامي. أهلي أنا، تفضلي. بريد شو صار؟ لا والله خير، شو صار؟ إجاني لفت نظر من المدير من تحت راس الست رائدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو وينه جوز الست؟ لسه ما إجا. شي حلو والله، هو بيداوم على كيفه ونحن بنسلخ تقارير على أبو جنى. بسيطة، أنا فرجيه. شو مدام رائدة؟ شايف حاطة اسم جوزك ضمن المتأخرين اليوم؟ اي نعم استاذ، لانه حضرته لهلا ما شرف. ليش ما اجى؟ وينه؟ ما بعرف، هو قال لي الصبح على اساس يمرق لعند امه ويرجع دغري على الشغل، بس يبدو انها اخرته. وانت حطيتي اسمه لانه تاخر عند امه ولا؟ عفوا استاذ، انا بالشغل ابدا ما عندي خيار وفقوس، ولا يمكن اتهاون مع حدا حتى لو كان جوزي. برافو رايده، انت عم تثبتي يوم بعد يوم انك موظفه مثاليه. احسنتي. شكرا استاذ. ست رائدة، انت بتعرفي ان جوزك لحد هلا ما شرف على الدوام؟ ايه، وشو عمل له يعني؟ الغايب عذره معه. ها، الغايب عذره معه؟ بس نحن اذا متاخر بتسلخينا تقرير. يا ترى السيد المدير بيعرف ان جوزك لهلا ما شرف على الدوام؟ والله ما بعرف، اذا بتحبي فوتي اسالي. ايه طبعا بدي اساله. استاذ، ست عناية حابة تشوفك. اوكي. طبعا انا على علم بهالشيء. روحي شوفي شغلك ولا تتدخلي بشيء مالك فيه. انت من قمطي لمعجونه، حتى جوزك ما سلم منك. شو اخي نبيل، شو قررت؟ والله متردد شوي يا سامي. عفوا استاذ نبيل، انت اكثر واحد لازم تكون متحمس فينا، يعني حتى انت ما سلمت من شرها وهي اجت عقوبه تحت راسها. والله معكم حق انه لازم نوضع لها حد، بس انا ماني جاهز اطلاقا انه ساهم بضررها. ومين قال لك انه رح نضرها؟ كل ما هنالك رح نرفع تقرير للمدير العام نشرح له فيه الوضع. طيب والمدير العام شو ممكن يساوي فيها؟ لا تخاف، ما رح يعلق مشنقتها، بس إذا اقتنع بالتقرير ممكن نرجعها على الأرشيف مطرح ما كانت، وبهيك حالة بترتاح وبتريح. يا الله. طيب يا ترى كل الموظفين وقعوا على التقرير؟ كلياتهم وقعوا، مو صفيان غير أنت. أخي بصراحة التقرير رح يرفع فيك وبلاك، وأنا بصراحة بدي إياك تاخذ موقف وتضل معنا، ما بدي إياك تطلع خارج السرب. ماشي الحال، ما رح وقع. وين التقرير؟ تفضل. مرحبا نبيل. اهلين رائدة. شو تغديت؟ لا ماني جوعان. على فكرة انت ليش ما داومت اليوم؟ ما بعرف. نبيل انت صار لك يومين ثلاثة مو على بعضك، شو قصتك؟ ما في شي، ما في شي. هلا بدك تعلمني عليك؟ احكيلي احكيلي شو قصتك؟ يعني اذا قلت لك الصراحة ما بتزعلي؟ ليش في شي بزعل؟ نوعا ما. خلص ما بزعل، احكي. يعني انا ما بعرف كيف انعمى على قلبي ووقعت مع الشباب. انو شباب؟ الموظفين بالدائرة. ايه وعلى شو وقعت؟ على التقرير اللي رفع فيكي للمدير العام. وانت مشان هيك زعلان؟ طبعا. لا حبيبي لا تزعل، انت لازم تفرح كتير. وليش لازم افرح؟ لانكم خدمتوني كتير بهالتقرير. كيف يعني؟ يعني المدير العام قرأ التقرير تبعكم وأعجب أكثر بمواهبي بكتابة التقارير، فأصدر قرار بتعييني سكرتيرة خاصة له. يعني صرتي سكرتيرة المدير العام؟ إيه نعم. بس ادعي ما يا نبيل يسلخوني بالمديرية شي تقرير للوزير، بلكي لعل وعسى يا ربي يا ربي بحقق لي حلمي وبصير سكرتيرة للوزير.